السلام عليكم، يا هلا بالشباب. خبر اليوم راح يصدمكم، بس اعتقد راح يفرح هواية ناس. جوز هواوي تراجعت، لكن رجعتها صارت اقرب للاسواق، بس اونر هسدد بدي تصعد وتطير حرفيا بكل الاسواق. بمقابله مع شركه فينيكس نتورك تكنولوجي، مدير شركه اونر السيد زاو مينغ انطى خبرين للشبكه راح تدخل الخدمه نهايه السنه، تحديدا بشهر 11 او 12، واثنينهم راح تصدمكم مثل ما قلت لكم. بس قبل ما أقولكم أونر شنو هسه تريد تسوي ووين كانت، أريد منك فد لايك سريع للفيديو واشتراك طياري، ويلا نبلش. أنا محمد وأهلا بيكم في فيديو اليوم. أونر رجعت ب 2020 بعد انفصالها عن هواوي، بس الرجعة كانت مرعبة للأعداء والأصدقاء. حاليا هي الشركة الصينية الوحيدة اللي عندها نمو بالمبيعات هو الأعلى بالعالم ب 125%، وعلى أكبر شركة نمو بعالم الهواتف، وثاني أكبر شركة بالمبيعات بعد أبل بالسوق الصيني. أرقام محشية يا سادة يا كرام حرفياً. بس أونر رغم طلعتها من الرماد حرفياً وانفصالها علني عن هواوي، ولكن طريقة هواوي بإدارة المعركة واضحة بصمتها بأونر وبعدها بيها حية. أكبر مراكز بحثية للتطوير أدها بين الشركات الصينية، وعدها أكثر من 8000 باحث بمراكزها، واللي نجحوا بحسب مدير الشركة شغلتين مهمة جدا، وهنا مربطة فرس وهنا القنبلة اللي من صدق، وريدك تركز وياي حيل. هنا الأولى، أونر كملت الماجيك يو اي 7 اللي مبني على الاندرويد 13، بس الفكرة مو بالواجهة، الفكرة بالميزات اللي راح تتضمنها، وأهم شيء الربط الذاتي والارتباط المباشر بين أجهزة أونر أو الإيكو سيستم مال أونر يترابط مباشرة، مثل ما تنشوف هذا يصير بالأبل إيكو سيستم والهواوي إيكو سيستم. طبعا أونر حاليا صار عندها مجموعة هواتف وسماعات وساعات وتابلتات ولابتوبات دخلت الأسواق، ورح تنطلق الواجهة لأجهزة أونر خلال شهرين. هذا الأول مرة يصير بالتاريخ المجموعة كبيرة من الأجهزة، شفنا وجربنا هذا بين الباد 8 والأونر 70 الفيديو المراجعة. قلنا لكم أن السوفتوير بدأت أونر تلعب بي لعب بأجهزتها كلها بحيث تنطيك تجربة متكاملة. طبعا برأيي هذه الميزة جاية بتأثير هواوي ومنظومتها السوبر ديفايس أو الجهاز الخارق اللي يتوحد بالتليفون مع أي عدد من الإكسسوارات مباشرة. هذا راح يتفوق حتى على الإيكو سيستم من أبل. النقطة الثانية اللي ذكرها المدير هي الأونر فولدبل فون أو هاتف أونر المطوي الأونر في 2 اللي راح ينطلق خلال شهرين، ويكون أول هاتف بالعالم بمعالج سناب دراجون إيجن 2 وأول جهاز مطوي بهذا المعالج وأول جهاز بالعالم بواجهة أونر الأحدث الماجيك يو آي 7. راح يكون من أهم أجهزة أونر في 2022. طبعا حتى تعرف فان المواصفات الأساسية تعتبر من الأفضل بعالم المحمول كجهاز مطوي. 3 عدسات 50 ميجا بكسل بالظهر، عدسة 42 ميجا بكسل السيلفي، نظام صوت من 4 سماعات، شاشة منحنية 7.6 إنج داخلية وشاشة 6.45 إنج خارجية، مشابه للجالكسي فولد لكن أعرض بشاشته الأمامية وبأبعاد طبيعية جدا. بصراحة نجحت أونر بسالفة الإيكو سيستم وحسنتها أكثر وسوتها مثل السوبر ديفايس، فخلال السنة الجاية إن شاء الله راح نشوف اجتياح الأونر لهواية أسواق. انتوا شو رأيكم أصدقائي بهذه الأخبار؟ شاركونا بصندوق التعليقات، وشوفكم إن شاء الله بفيديو قادم بخير وصحة وسلامة. في أمان الله.